قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال في صحيحه ومزني على كتاب الجهاد والسير قال باب السير وحده. نعم. قال حدثنا الحميدي. الحميدي شيخ البخاري. قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عينة ثقات الأثبات، لولا ابن عينة ومالك لضاع مع الحجاز. قال حدثنا محمد بن المنكدر من ثقات الأثبات. قال سمعت جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه السبع المكثرين عن النبي الأمين. يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم رضي الله عنهم فانتدب الزبير سبحان الله. رضي الله عنه. ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. شوف الحواري والمخلص، المخلص بيكون أكثر الناس صدقا وأكثر الناس أدبا وأكثر الناس عملا في هذا الباب. كلما يتعرى عن أخلاق من هذه الأخلاقيات لا يكون أبدا من خاصة النفس ولا حواري أبدا أبدا، فيكون فيه الأدب والتوقير والتعظيم وفيه أيضا إخلاص والصدق والسير صدقا، هذا يكون أفضل الناس وأحسن الناس. ويكون الحواري هو المخلص، الحواري هو أشد الناس إخلاصا، لذلك الله لا يصطفي يعني كل أحد لمثل هذا الباب، يصطفي من يشاء في هذا الباب، يصطفي من يشاء في هذا الباب، لله حكم وشؤون في من يصطفيه ليسير بعجلة العمل لدين الله جل وعلا مستمرا. لابد أن يكون مهدبا مهذبا وقورا معظما وأن يكون مخلصا صادقا. فانظر إلى الزبير، انظر إلى جميع حواري النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ذلك الأدب والتعظيم وكانوا على ذلك الصدق والإخلاص، حتى أنه يذهب إلى الأحزاب جميعا ليأتي بالخبر وهو يعلم أنه سيموت سيقتل. هذه مخاطر أعظم مما تكون، مع ذلك هو لا ينظر للمخاطر وينظر كيف يصدق في العمل من أجل أن ينصر دين الله دل في علاه. وقال رحمه الله مر سيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما ورحمة الله عليهم جميعا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة الله ما أعلم هاجر أنت نبيلة مغربية جدا رضي الله عنك. قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. نعم هنا في هذا الحديث الحديث ابن عمر الحاكم قال وشرط على شرط مصنفة المدينة عارف من هذا الوجه من حديث عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر وأخرج النسائي عن مغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن ربيعة نعم عن عمر بن محمد الله أكبر عن عمر بن محمد بن زيد عن أبي عن عمر وعلم أن البخاري وهو عن أبي الوليد وعن أبي نعيم وفي كل منهما قال فيه حدثنا وزعم أنه لم يروه عن أبي نعيم وإنما قال وقال أبو نعيم ثم قال لم يقل عن البخاري في حديث أبي نعيم حدثنا وإنما قال أبو نعيم عن عاصم وتابعه المزي والذي أجده في أصل الدمياطي وغيره التصريح بحدثنا فيه والحمد لله في هذا الباب حتى لا يكون تعليقا حتى لا يكون تعليقا وإذا قال ذلك فالوحدة أو الوحدة يعني فيها ما فيها من تلعب الشيطان وأن الشيطان والذئب يأكل من الغنم القاصية وأنه عندما يكون وحده قد يتملك في الوساوس وتملك في التهيؤات والتخيلات الشيطان فيه يخيفه وأيضا يرعب قلبه ليسيطر عليه وسوسة. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم في الوحدة في سير الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين لأنه قد وقت انتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثيل لهم وما يفزعهم ويدخلهم في قلوب ويدخل في قلوبهم الوساوس لذلك أمر الناس أن يحبسوا سبيانهم عند فحمة الليل لما يأتون فيهم ما فيهم من الشدة والتخيل والوسوسة وهم كما قلت يفزعونهم ليفرغوا القلب ثم يوسوسون بعد ذلك الوسوسة وسوسة شديدة من أجل أن يعني تكون متملكة في القلب. أما قصة الزبير فإنها يعني قصة عظيمة جدا تبين الحواري، من الحواري؟ المخلص، المخلص والمخلص الصادق والذي يتجرد ليس له أهواء، هو يريد الله جل وعلا، فإذا تجرد وأراد الله جل وعلا فقط وحده سبحانه جل وعلا ترى تحركه لا يكون إلا لله جل وعلا، ترى الفعل الذي يفعله لا لشخص ولا لذات ولا لمصلحة ولا لدنيا، هو ما أراد إلا الله، فإذا ما أراد إلا الله الله يبين على هيئته وعلى فعله أنه ما أراد إلا الله. الحمد لله الحمد لله رضي الله عنه. أحمد أنا سننتهي، انتظر حتى ننتهي وتذهب تريد الصلاة. فأقول هنا في هذه الدائرة المخلص يظهر، المخلص يظهر هو يريد الله، ما يريد شيئا إلا الله جل وعلا، فتراه لا ينازع في شيء وتراه أنه يعني يريد الله جل وعلا فيفعل أفعيل حتى ولو كانت خفية ما يريد بها إلا وجه الله جل وعلا ويجتهد اجتهادا ما يريد فيه إلا نصر دين الله جل وعلا، فيظهر عليه ويظهر الله جل وعلا عليه.
ولذلك كان الزبي الجو كان باردا جدا، كان قارسا جدا، ولذلك بعدما انتدب ايضا حذيفه يقول احتفرت حفره فنزلت فيها حتى ما يقول يا حذيفه، فقال يا حذيفه سبحان الله، فقال يا حذيفه. لكن هو هنا الزبي للاخلاص يشوف انتدب فانتدبه يعني هو اجاب المرات الثلاثه، اجاب نعم ما كان الله يبقى ما كتبت عنه حقا والله. هذا معيار قوي جدا في الاخلاص، هذا معيار قوي جدا في الاخلاص. فلذلك ما نقول الحواري قام فذهب فقال لا تزرع عنا القوم كما قالها لحذيفه رضي الله عنه وارضاه. ومسألة النهي عن السفر وحده، هذا النهي يعني للكراهة، وقد قال بعضهم للتحريم، والحق أنه للكراهة، لأنه يمكن أن يسافر المرء مضطرا ما عنده شيء وما عنده أحد، ويريد أن ينجز ما يريد أن ينجزه، لا يكون إلا أن ينتدبه فيسافر وحده. وهنا أيضا هنا المطابقة في الترجمة فين؟ المطابقة في الترجمة وين؟ هل في مطابقة أم لا؟ طبعا عشان الوقت، نعم المطابقة في الترجمة هو أنه قال إن كل نبي حواري، وحورية إيش؟ حوريا وحوري الزبير، لأنه الزبير سار وحده وآت له بأخبار القوم. وهنا أيضا النهي أن يسير وحده، النهي أن يسير. فلذلك هو يقول قد يجوز السير وحده لنصرة الدين، لجلب أخبار المنافقين، أو لفعل أمر عظيم في الإسلام، فله أن يسير وحده، مع أن وجود النهي هنا يبين أنها على الكراهة، وأن الإنسان إذا استطاع أن يسافر ويكون معه أحد معه حتى لا ينفرد به الشيطان فليفعل. الفوائد المستنبطة: إنما أكل الذئب من الغنم القاصية، الصادق والمخلص يظهره الله جل في علاه إن كان يعمل لنفسه أو ينتصر لنفسه أو يعمل لله جل في علاه. الله جل في علاه له حكم وشؤون في العباد، يظهره بأفعاله. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المخلصين والمخلصين، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يسعى لرضاه ولرضوانه. اللهم أمين. فضل الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، انتدب أكثر ثلاث مرات والزبير يخرج وهو يعني صادق في السير وحده، ويذهب إلى قوم قد يقتلونه في اللحظة. ما سنة في السفر ألا ينفرد المكلف. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، صلى الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص والصدق، ويجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.